هذا ما قال لي هسه استاذ جمعه مبروك استاذ. طبعا احنا قدام يعني حكاءه مقتدره وروائيه قديره بلا شك، والعمل دسم جدا زي ما في اجماع عليه. هذا التطفير المدهش بين فتره مدنيه وفتره عصريه، وعمليه نقدر نقول العشوائيه في الانتقاء كان في قدره يعني. لكن انا عندي شويه مشاكل. اول حاجه المقدمه الحقيقه كانت بالنسبه لي مشكله، يعني كده بتقول لك انا هكتب بنفس اللغه اللي موجوده تمام. المشكله الثانيه كانت مشكله الهوامش، خرجتني من العمل الادبي التخيلي ان انا بقرا بحث او شغل مع التاريخ. التماس مع التاريخ هنا في خيال من حد ما، مش عملت القدره في الوحشيه او الساديه والدمويه اللي بتتسم بيه عصر المملوكي، ثم نقدر نقول جمال وصف القبه. يعني في فصل كامل تقريبا او نص فصل بتتحدث عن اللي هو المحلل، كميه من البشاعه في وصف الصفات الجسديه ليه والروائح اللي طالعه وكل زخه، يعني كان في مبالغه شديده جدا. لكن ازاي ان انا اصف من نقدر نقول الجثه المتعفنه، ازاي اطلع منها جماليات كتير، فدي قدره بلا شك. بالنسبه للفصل اللي هو العصر اللي بيتحدث عن الورقه واللغز وزيوس واوروبا وكده، كان عندي اشتباك ما قدرتش استوعبه. ايه النادي، ايه النادي ده، مين النادي بتاع ايه؟ لا بعد كده برضه وصف المدينه الجامعيه كان في مقدره شديده جدا، وان كان في ملحوظه اللي هي العمر الصلاه فهيمه تقريبا حاجه زي كده، كان في مبالغه كثيره. الهوامش طبعا كانت عامله لي اشكال، هي ادت مبرر ل نقدر نقول الكنكنه الشديده، انا اقبلها في الجزء اللي بيتمس مع التاريخ لانها زودتها. لكن في العصر كان فعلا الاسلوب بدا يضع نوع من نقدر نقول منفلوطيه شويه، سواء صفه ده قال لك المجازات الشمس تسافر نحو الغروب، مش مجاز يعني، مجازات ضعيفه الى حد ما. نقطه خاصه ايضا بالفصل اللي هو هشام فريد التاج، في ارتباك في البدايه، ما نعرفش الاب الف والده كان في ارتباك، لكن في النهايه انا قدام عمل بصراحه يعني في جراه وفي قدره بلا شك. ولكن انا تعليقي على هذا العمل هي مجدده حين تريد التقليد ومقلده حين تريد التجديد.